حاجه كده صغيره يا نصير في برنامج حسين على الهواء. ما اصلي يعني 61 سنه كويس، ففي حاجات كتيره جدا. يوم برنامج حسين على الهواء ما جه، انا كنت بلعب درامز وتعبت من السهر، فقلت اروح اعمل عمره واعتزلت، وربنا كرمني بالعمره والله العظيم. اول ما نويت لقيت التليفون بيضرب لي هتطلع تعمل عمره كده. في اليوم ده كان نرمين دي لسه كي جي 1 وحسين الملك لسه حتتين كده صغنين كده، وخلاص بقى ايه مفيش يعني جنيه، مش عارف في كوبايه ايه نص جنيه ايه بتاع، جمعنا بالعافيه ثمان علبتين اقسم بالله. انا والله العظيم انت هتخليني اعيط من كتر ما احنا مخلينك تعيط، انا مش عارفه اعمل ايه. بنحتفي بيك. جبنا علبتين كشري، سيبنا واحده البنت وانا وهي بتاكل في العلبه. والنبي ما تعيط، هتخليني اعيط والله العظيم. مش عارف اعيط ايه. المهم هي في نص العلبه تقول الحمد لله، ولا الحمد لله عشان تسيب بعد فرصه ديك. ويجي تليفون برنامج حسين على الهواء. سبحان الله. كان تليفوننا ما يضرب اجري، علشان لو ما ردتش ما فيش رصيد اكلم ال المهم عايزينك عند طريق نور في شارع نوال، وانا في اخر البحر الاعظم. هدور عربيه برك السلام نوار احمر، لا معايا فلوس اخد تاكس ولو عطلت. المهم بقيت ماشي، والله انا بقولها كده عشان اقول للناس خليكم مع ربنا وقولوا الحمد لله، هتلاقي الدنيا سلكت الحمد لله، سواء ممثل او غير ممثل. انت خدتها ماشي؟ لا ميت ماشي بالعربيه، ما اعرفش ماشي ازاي، وعمال اقول يا رب لغايه قبل شارع نوال. وقفت خالص، الاقي واحد زي ما يكون بيقول لي ايه، ربنا بيقول لي ايه، طالع بقول لك زقتها وركنت ورحت مضيت وخدت على البون 200 جنيه. جبت علبتين كشري وجريت. علبتين ايه؟ شحنت الموبايل وجبت شركه مريت، وكلمت مراتي قلت لها واحنا قاعدين بناكل، بتقول لي ربنا يكرمنا. قلت لها ربنا يكرمنا، قالت لي ايه؟ قلت لها نطلب كماله. ويجي برنامج حسين على الهوا، تشوفي منين منين لفين. فهذه السيده اللي بتحمل معاك كل ده بتعمل معاها ايه؟ عمرك زعلتها مره؟ والله بس ما فيش زوج وزوجه ما بيختلفوش مع بعض في اراء في حاجات. انا النهارده متنرفز شويه، هي ممكن يبقى احنا الاثنين متنرفزين، بس لما بتنرفز هي بتيجي تراضيني. هي بتيجي تراضيك؟ دي عظيمه قوي. ست واحده عايزه تحافظ على بيتها يعني، ما لهاش طب وانا ايه ولا لا 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 تيجي ست كمل. طب خلينا بمناسبه الستات نروح لل معلش يا جماعه الموضوع اسماء احنا لا انت عشان قاعد مع اخواتك بس والله انت بنحييكي وبنشكرك، انت بطله بس انت خدت ما تستحقي من مشاعرك.